تنفذ وزارة التربية والتعليم اليوم بطولة ألعاب القوى ضمن الأسبوع المدرسي الخامس، ونحن في محافظة طولكرم هنا نستضيف مديريات التربية والتعليم من جميع محافظات الوطن حيث ستقام هذه البطولة في طولكرم، فأهلا وسهلا بهم في بلدهم وفي محافظتهم. وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر للقائمين على هذه البطولة وللمشاركين فيها وللداعمين لها، ونتمنى التوفيق لهذه البطولة التي سنشاهدها بعد قليل. أسبوع الأولمبي الرياضي المدرسي الخامس الذي افتتح يوم الخميس الماضي بحفل كبير في مدينة نابلس جبل النار، وتأتي هذه الفعاليات استمرارا لفعاليات الأسبوع الأولمبي بالتعاون وبالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى. سيتم تنظيم هذه البطولة في جامعة الخضوري طبعا لعدة اعتبارات. أولا، هناك إمكانيات كبيرة في لعبة ألعاب القوى تمتلكها جامعة الخضوري من مضمار ومن ميدان، أيضا لما لطولكرم أهمية كبيرة لدى وزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضي المدرسي كما لجميع مدننا الفلسطينيين.